هل مافيا او المستوردون للحوم الحمراء ممكن يكونوا هم العائق الاساسي؟ لا، مش العائق الاساسي، احدى العوائق. يعني احدى العوائق يعني. الحاجه الثانيه، بعض المسؤولين. بعض المسؤولين؟ نعم. ليه؟ لان ده موضوع عايز يعني عايز ما يسمى بالهارد وورك، يعني عايز شغل بالنار، يعني اتصالات ولجان والجدوى الاقتصادية. الناس مش عايزه تشتغل في رايك. فيعني ده موضوع ما حدش يعني عندنا كثير من المسؤولين، مش عايز اقول كل المسؤولين، بس كثير من المسؤولين يعني. دلوقتي حضرتك بتتكلم عن دلوقتي وقبل دلوقتي وبعد دلوقتي، يعني يقول لك انا عندي موضوع ومشيني وماشي زي الفل وقاعد في مكاني والفلوس جياني، وايه اللي يدوشني انا في موضوع، وممكن العائد ما يكونش عائد زي التاني ده يعني. فممكن والكلام ده اتكلمي على مسؤولين على مستوى كل الدرجات يعني بدءا من مسؤول في جامعه مثلا، وبدءا من مسؤول في الكلام. مش هل حاولت المبادره دي جاهزه بقالها قد ايه يعني؟ فكرت فيها؟ انا شغال فيها بعد الثوره بالظبط. بعد الثوره بالظبط، بعد اول زياره زارها الدكتور عصام شرف لدول حوض النيل، وبعد كده قال تعليمات وده تعليمات الوزير التعليم العالي، شوفوا لنا مشاريع تربطنا بدول حوض النيل. انا كنتش اعرف القصه دي، فدخلت رئيس الجامعه مشكورا، قلت له انا المشروع اللي بعمله في اسيوط حاسس ان هيبقى العائد لاسيوط، بس انا بفكر اعمل المشروع ده على مستوى دول حوض النيل ويتوفر عندهم اللي ما يتوفرش عندي في اسيوط. انا كان كل همي في اسيوط ان اوفر عماله محترمه بس، تمام، وانتاج يكفي جامعه اسيوط. احنا حوالي 7000 75000 تقريبا يعني. ممكن ناكل لحمه محترمه، ممكن نشرب كويس، ممكن نعمل الكلام ده. فقلت له انا هعملها وعشان محافظه اسيوط فقط. ثم بدات الفكره بتكبر. فقلت له انا هعمل الكلام ده بس على مستوى اوسع. فانا عايز اعمل دول حوض النيل، فهعمل اللي حكيته لك في الاول. فقام اتصل بوزير وانا قاعد، فقال له هاتولي تعالى. رحنا قعدنا مع الوزير، قال لي اكتب المشروع. طب فكره حضرتك، كنا بنتكلم على قلت لي ان في ثلاث مافيات في مصر، مافيا اللحوم، مافيا اللحوم المستورده، المستورده دي يعني ده همها الوحيد ان يظل استيراد اللحوم المجمده مدى الحياه. ليه؟ لسبب بسيط، لارباحها طبعا، ارباح غير عاديه، ارباح فلكيه وما فيهاش تعب. يعني هو جاست يبعت الناس يجيب. هل الجزار ده هل في جشع في التجار في الجزاره ولا في النهايه؟ الجزار هو الوحيد المطحون زينا. يعني اي اتخن جزار موجود المكسب بتاعه اللي هو الراس والفشه والرجلين.